لكن في صورة ممكن أن تعالج، بل ضروري أن تعالج، وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها، مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار. فيكون مثلا، نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة، يكون النهار 20 ساعة، مش هكذا أنت تريد الموضوع؟ كويس. ويكون الليل 4 ساعات، هل يصومون 20 ساعة؟ الجواب: ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام، ولو كثرت الساعات وبلغت 20 أو قريبة من ذلك. ولكن لا يخفى أن أي حكم شرعي إنما هو في حدود اتقوا الله ما استطعتم. فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد 20 ساعة، ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات، فلا بد له من الصيام. وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل، لأن الصعوبة إنما تتصور بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى الشرب من الماء. أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل بهذه الساعات الكثيرة ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع. مع ذلك فنحن نضع القاعدة: فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين: إما أن نلحقه بالشيخ العجوز الثاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة، فهذا يكفر عن كل يوم إطعام مسكين، وإما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام. شأنه في ذلك شأن المريض الذي يرجى شفاؤه، وليس المريض الميؤوس شفاؤه. فالمريض الميؤوس شفاؤه يلحق بالشيخ العاجز الثاني فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين، أما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان، منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداء. فالذي لا يستطيع أن يصوم أداء يصوم قضاء إن استطاع، وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. لعله وضع جواز الصيام. وإياكم. نعم.